أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين فيه بأسمى التهاني وأجمل التبريكات، ضارعين أن يعاد على الأردن والعالم أجمع بالسلام ودوام الخير والمحبة. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ المسيحيين بالأعياد المجيدة. احتفالات بهيجة بإضاءة شجرة الميلاد في المغطس والسلط والفحيص. وبمناسبة عيد الميلاد المجيد، إضاءات وأمسيات وحفلات في مختلف كنائس المملكة. وفي نشرتنا أيضاً، بيت جالة بفلسطين تحتفل بعيد القديس نيقلاوس شفيع المدينة. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني المسيحيين في الأردن وفلسطين وجميع أنحاء العالم بالأعياد المجيدة. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وشخصيات مسيحية أردنية وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية. وأكد جلالة الملك خلال اللقاء أن المسلمين والمسيحيين في الأردن أسرة واحدة تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره، وشدد جلالته على حق رعايا كنائس القدس في الحفاظ على مقدساتهم وممتلكاتهم وممارسة شعائرهم بحرية. من جهتهم، أكد المتحدثون خلال اللقاء أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي الوصاية الشرعية الأصيلة التي حملها جلالة الملك إرثاً هاشمياً نابعاً من الدين والتاريخ. أهلاً وسهلاً بالجميع. حبيت أهني إخواني المسيحيين في الأردن وفي فلسطين وجميع أنحاء العالم بعيد الميلاد. نؤكد على حق كنائس القدس في الحفاظ على مقدساتهم وممتلكاتهم وممارسة حرياتهم ودورهم القوي بالنسبة لنا جميعا، دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي. لكن أنا شايف أن المسلمين والمسيحيين في الأردن أسرة واحدة تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره. فكل عام وأنتم بخير. باستمرار بحب أشوفكم في بيت كل الأردنيين، كل الدعم والتقدير مني كأبو حسين ومن الديوان ومن الحكومة. فيعطيكم العافية، واللي يجوا من برا يعطيكم ألف عافية وحمد على السلامة. برعاية رسمية ودينية وحضور جماهيري واسع، أقيمت في السلط والمغطس والفحيص احتفالات بهيجة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تخللها إضاءة شجرة الميلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. في ظل أجواء الميلاد والسلام والمحبة التي عاشتها المملكة وعبقت في أجوائها، فقد شاهدنا طوال الأيام الماضية إضاءة أشجار الميلاد ليس فقط داخل كنائسنا بل في معظم المحافظات الأردنية، والتي جاءت برعاية واهتمام كبيرين من الدولة ومؤسساتها. ففي مدينة السلط رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إضاءة أطول شجرة عيد ميلاد طبيعية بحضور وجهاء وأعيان وأهالي المدينة، حيث قدم دولته التهنئة لجلالة الملك وأبناء الشعب الأردني الواحد بهذه المناسبة السعيدة. رافق الاحتفال الذي نظمته قناة تراث السلط بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى وجمعية الكاريتاس الأردنية إطلاق ألعاب نارية متواصلة لمدة نصف ساعة لتكون أطول مدة زمنية في العالم. هذه المدينة التاريخية، مدينة السلط، التي تؤكد العلاقة الإسلامية المسيحية التاريخية العفوية التي تصبح أن تكون أساساً العيش الإنساني المشترك وصورة للتلاحم المسيحي الإسلامي بأبهى صوره وأجمل أحواله. هذا الأمر يؤكد على أننا قادرون في هذا البلد الكريم بقيادته الهاشمية التي جسدت كلمة سواء ورسالة عمان
أن تكون هي حامية ووصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس الشريف، وهو ما أكده رجال الدين المسيحي وعلماء الدين الإسلامي وأيضا العالم الإسلامي بأن جلالة الملك هو الأقدر على وصاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وفي موقع معمودية السيد المسيح المغطس، رعت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة وبتنظيم من هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع هيئة موقع المغطس حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد بحضور عدد من رؤساء الكنائس في الأردن والسفراء والمسؤولين وجمع غفير من المدعوين. وخلال الحفل الذي أدارته الإعلامية ريبيكا عودة، ألقت معالي الوزيرة شويكة كلمة عايدت فيها رؤساء الكنائس وكل الحضور بمناسبة الأعياد المجيدة، مشيرة إلى أن الموقع الذي يعد واحدا من أقدس المواقع الدينية المسيحية في العالم يشهد ارتفاعا في أعداد الزوار، ويتوقع أن يستمر هذا الارتفاع خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أرقام غير مسبوقة. القادم كتير أفضل، وعم نطلع على المغطس كأحد أهم المواقع لدرب الحج المسيحي اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه بجدية، لأنه بالفعل هذا المكان بيستاهل إنه ننطلق فيه من 180 ألف ل 18 مليون بني آدم لازم يجوا خلال 10 سنوات لمثل هذا المكان. شكرا لوجودكم، كل عام وانتوا بألف خير، والله يديم علينا الصحة والسلام والأمان بظل جلالة سيدنا عبد الله. شكرا. وألقى صاحب السيادة المطران كريستوفورس كلمة شكر من خلالها جهود الدولة الأردنية وكافة مؤسساتها في اهتمامهم ورعايتهم للأماكن المقدسة وإقامتهم هذه الاحتفالات الميلادية البهيجة. وقال سيادته: يعد هذا الاحتفال دليلا على نهج صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في دعمه ووصايته على الأماكن المقدسة. أبكر بهاي اللحظات من هون من نهر الأردن، نرفع دعاء وصلاة لربنا إنه يعطينا هاي النعمة والبركة إنه حياتنا تتقدس بالفضيلة وبعلاقة سليمة مع الله والقريب ومع نفسنا. أبنائي، بحب أتمنى لكم كل سنة وإنتوا سالمين أعياد ميلاد مجيدة، سنة 2020 تكون سنة خير وبركة علينا جميعاً. ربنا يحمي جلالة ملكنا المعظم اللي يعطيه الصحة والقوة حتى يستمر بمسيرته الروحية والنهضة اللي نحن ماشيين فيها، وكمان ولي العهد سمو الأمير الحسين ولي العهد. وكمان بحب من هون من الموقع ما ننسى صاحب السمو الملكي الأمير غازي على الدور المهم اللي عماله ببذله من أجل هذا الموقع اللي نحن موجودين فيه. وهون بخص كمان بالذكر وزيرة السياحة المهندس رستم وكل الإخوة اللي عمالهم شغالين بكل محبة لخدمة هذا المكان المقدس. ربنا يبارككم وكل سنة وانتم سالمين أبنائي. وألقى سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن كلمة معايدة للجميع بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، كما قدم شكره لوزارة السياحة وهيئة تنشيط موقع المغطس على تنظيمهم المميز للاحتفال. نجدد شكرنا لوزارة السياحة والقائمين على إدارة المغطس لتنظيم هذا الحدث المعبر. أتمنى أن نجذب هذا الموقع أعداداً أكبر من الحجاج. في العام الذي ينتهي بعد قليل يكون قد زار الموقع نحو 180 ألف، نتأمل يزيدوا شوي من هون لآخر الشهر، خليهم 200 ألف مشان ندور العدد، ونأمل أن تزداد أعدادهم وذلك لفائدتهم الروحية، وليبقى الأردن أرض كرامة وأرضا مقدسة يشعر من يطأ أرضها بالإيمان والحب وحسن الضيافة. وكل عام وأنتم بخير.
وألقى الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني كلمة عبر خلالها عن بالغ سعادته بهذا الاحتفال المميز في موقع المعمودية الذي هو رسالة للعالم أجمع يحاكي تاريخ الأردن وانفتاحه على العالم. معالي الأخت العزيزة الأستاذة مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مملكة المجد والتاريخ، سيدي صاحب السيادة المطران المحبوب، المطران ويليام الشوملي، أصحاب العطوفة، أصحاب القداسة، إخوتي الكهنة الأجلاء، أيها المؤمنون، أيها الأردنيون، كل عام وأنتم بألف خير. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هنا نرى إيليا نبينا العجلوني يرتفع من أول محطة إطلاق نحو الفضاء من هذه البقعة نحو السماء على مركبة نارية. وانظروا شرقا لتروا موسى كريم الله يقف هناك، فنقرأ مع هذه الأحداث، نقرأ كيف أن سماءنا الأردنية أيها المسلمون، كيف أن فضاءنا الأردني بورك في تلك الليلة يوم ارتبطت القبلتان الأولى في القدس والثانية في مكة. وقدمت خلال الاحتفال باقات من التراتيل الميلادية لجوقة رقاد السيدة العذراء في المفرق ومجموعة من التراتيل لجوقة ينبوع المحبة. وفي مدينة الفحيص أضاء غبطة البطريرك كيريوس ثيفولوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن شجرة عيد الميلاد المجيد على مسرح القناطر الكائن في المدينة بحضور عدد من الآباء الكهنة وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وجمع غفير من أبناء البلدة وزوارها. وفي كلمة غبطته ألقاها بالنيابة عنه سيادة المطران خريستوفورس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، قال فيها إن رسالة العيش المشترك الذي نعيشه منذ 1400 سنة أوجدت فينا روح الفرح والسلام، مضيفا أن جهادنا الروحي هو استقبال عيد الميلاد وقلوبنا متزينة بالفضائل دائما، داعين الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على البلد بقيادته الهاشمية المباركة. ومن ثم قدمت العديد من الكلمات التي تشيد بالأردن ورعايته واهتمامه بالاحتفالات الكنسية في المملكة. وفي الختام سلم رئيس البلدية المهندس جمال حتر درع المدينة لصاحب الغبطة عربون شكر ومحبة لرعايته الكريمة للاحتفال. وتجسيدا للأجواء الروحية التي تسبق زمن المجيء، تواصل كنائس المملكة احتفالاتها بطفل المغارة الآتي إلى هذا العالم، وذلك من خلال إقامة الأمسيات والاحتفالات الدينية التي تصحبها إضاءة شجرة عيد الميلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مع الملائكة والرعاة نرنم ونهلل للمسيح المنتظر، لأنه النور الآتي إلى هذا العالم، لذلك نستقبله في فرح وسلام ونضيء له المكان حيث ستلده العذراء. وهكذا تتوالى الجوقات الكنسية في تكريم الحدث المقدس وتتلألأ الأشجار نورا وضياء.
ففي كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في الحصن أنشدت المرنمة اللبنانية رانيا يونس بصحبة جوقة الثالوث الأقدس وجوقة الكنيسة بأمسية ميلادية بعنوان إني أبشركم بفرح عظيم، بحضور راعي الحفل كير جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك في الأردن وكاهن الرعية الأب ويليام سويدان، حيث أضيئت شجرة الميلاد في ساحة الكنيسة. يعني بهجتنا كبيرة أنه أمام المغارة اللي تمثل مغارة الرب يسوع المسيح تفرجينا قديش التواضع، تواضع الرب الإله اللي تجسد وولد في مذود. من هنا احنا ننطلق ونقول فعلا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. اليوم ولد لكم مخلص وهو الرب يسوع المسيح، آمين. باسم كنيسة القديسين بطرس وبولس متمثلة بجوقتها وشبيبتها نشكركم جميعا على حضور أمسيتنا، ونخص بالذكر شاشة نورسات المتميزة، فأود أن أقول بكلمات المتواضعة: صاح أشعياء بنبواته حملا سيأتي بمجد قواته، صاح أشعياء بنبواته حملا سيأتي بمجد قواته، فولد المسيح بزرع طاهر فآمن جمعكم وخلص بذاته. أهلا وسهلا زدتمونا شرفا، تزينت الثرى بكم إجلالا، فحماكم الطفل، فحماكم الطفل المولود بمذوده، فحماكم الطفل المولود بمذوده من رحم من شاءت أن تبقى إبتالا. شاشة نورسات العظيمة، نشكر نورسات شاشة متميزة فباسمة في العطاء يا خير مثالا. وفي كنيسة القديس شربل المارونية في عمان ترأس القداس الإلهي المطران موسى الحاج النائب البطريرك الماروني في المملكة الأردنية الهاشمية السامي الاحترام، عاونه الأب غازي الخوري والأب سامر زكنون والشماس صبحي مخول وشمامسة الرعية. وبعد القداس أقيمت أمسية ميلادية أحياها الأستاذ بيتر نعمة، كما قدمت مجموعة من الترانيم الميلادية الشرقية والغربية. فال اللي ناموا بيحلموا بهدي ببال غني أجراس وعيا أعطيهن سلامك وحنانك عدي وتبارك عيالنا بيوتنا وعملنا ميلادك يا ربي يضوّدني ميلادك يا ربي يضوّدني. بدي أشكر مونسينيور غازي خوري يلي دعاني على رعية مارشال بالعمان لأحيي هالرسيتال من عزفي ومن غنائي، وهالرسيتال الميلاد الرائع يلي كان فيه حضور، يلي كان فيه مشاركة من الأشخاص المدعوين. بالفعل كنا عائلة وحدة، كنا عايشين يعني شقفة من ميلاد بالسما كأنه كنا. وأنا بدي أشكر كمان نورسات على التغطية الحلوة وعلى الأداء الرائع من تصوير ومن أكيب. أنا بوجه لكم أحر تمنيات، بعيد لكم ميلاد مجيد. وفي مدرسة دير اللاتين في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان أقيمت أمسية ميلادية وطنية أحيتها جوقة المدرسة تعبيرا عن أفراح العيد المجيد، بحضور كاهن رعية ماركا الأب خليل الجعار ومدير المدرسة الأستاذ سهيل خوري وجمع من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأهالي الطلبة وذويهم.
وقدمت الجوقة الطلابية باقة من الترانيم الميلادية وبعض الأغاني الفولكلورية. ومن الضفة الغربية للنهر المقدس وفي بيت ساحور أحيت كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك الأمسية الميلادية السنوية برعاية النائب البطريركي للروم الكاثوليك المطران ياسر العياش وبحضور الأب سهيل فاخوري كاهن الرعية وجمع من الآباء والحضور. وبعد الأمسية أضاء المطران العياش شجرة الميلاد في جو من الفرح والسرور. نحن عم نعيش بزمن الميلاد المجيد، ميلاد هذا المخلص اللي ترك أعلى سماء وتجسد لبس طبيعتنا البشرية وفدانا على الصليب. طبعاً حسب ما بيحكينا الكتاب المقدس إمتن ربنا أرسل ابنه لما حل ملء الزمان، يعني إحنا هلا عايشين بملء الزمان بالكامل. دعوتنا إن ما نهتم نحن بالميلاد، نهتم بطفل الميلاد، لأنه كتير أوقات عمالنا ننسى الميلاد، ننسى طفل الميلاد، ننسى يسوع المسيح، ونلتهي فقط بالقشور الخارجية من سهرات واحتفالات. المطلوب منا هاي السنة إنه نرجع لهذا الطفل الإله العظيم، نركع أمام مغارته ونحكي له يا رب نسلمك كل حياتنا، وإنت إحنا أوراق بيضاء، إنت زي ما بدك ترسم حياتنا إحنا رح نمشي حسب رسمك إنت. بالنهاية ما بنسعنا غير نشكر نورسات الأردن اللي دائما بجميع نشاطاتنا الكنسية بكون دائما مرافقيننا. الله يعطيهم العافية وكل عام وإنتوا بألف خير. الريسيتال ضم معظم الكنائس كل سنة عملنا من نسمع تراتيل خاصة بالميلاد جديدة متنوعة، وهي التراتيل اللي بتساهم في إدخال البهجة والفرحة في قلوب المسيحيين المنكسرين القلوب في هذه الأيام الذي يعاني منها الشعب المسيحي في العالم من اضطهاد ويعاني من القتل والدمار. فرسالتنا اليوم هي رسالة الميلاد، هي رسالة محبة، رسالة تعاضد، رسالة سلام للعالم. فإحنا من هذا المنبر بنقدم كل التهاني والتبريكات لكل المسيحيين في العالم ولكل أرجاء المعمورة بهذا العيد المجيد. أعاده الله علينا جميعا، وقد رفلت بلادنا بأثواب العزة والتحرر، وقد عم السلام ربوع هذه المنطقة، وكل عام وأنتم بخير. وفي النهاية أشكر فضائية نورسات الأردن على مشاركتها دائما وتغطيتها دائما لكل برامجنا ولكل أنشطتنا في بيت سحور والأرض المقدسة. الشكر الجزيل لهم وبارك الله فيهم على هذه الخدمة العظيمة. وفي مدينة السلط قدمت تراتيل أردنية من التراث الكنسي العريق من تأليف رعد الزبن، وذلك في احتفال بهيج انطلق من كنيسة اللاتين، حيث أحيت جوقة المرتلين أجمل التراتيل في الكنيسة التي شارك بالحضور مسلمون ومسيحيون في نسيج وطني يعبر عن تلاحم الشعب الأردني الواحد.
وبعد الأمسية توجه الجميع في مسيرة حاشدة من كنيسة دير اللاتين إلى كنيسة الروم الأرثوذكس عبر شارع الخضر التاريخي. أنا لأول مرة بالأردن بحضر كواير بغني خارج القداس، ولكن كواير بغني إرث للأردن، تراتيل حضرت لي بطريقة رائعة جدا، وإرث الأردن كمؤسسة من المؤسسات الناجحة اللي إحنا بنحب ندعمها دائما، هي وأجنحة الأمل، لأنه هذه المؤسسات عم بتقوم بإبراز الإرث التاريخي للأردن بشكل عام، والسلط مدينة السلط بشكل خاص. أهلها محبين جدا كما تعلمون، ورأيتوا اليوم من العواطف اللي قدمونا إياها في هذه الموسيقى، إذا دلت على شيء دلت على المحبة الأخوية المتواجدة بين أهل السلط بكافة فئاتهم. في الواقع اليوم بجوز لأول مرة بيكون في عيد ميلاد أردني بنكهة أردنية، خلينا أسوي من حيث التراتيل، المؤدين، الكاتب، الملحن هم شباب أردنيين من مؤسسة إرث الأردن، احنا فخورين فيهم كوزارة السياحة، واللي شفناه في الواقع هو اليوم ترجم على أرض الواقع نعمة الأردن، نعمة الأمن والأمان، نعمة رسالة عمان اللي أطلقها جلالة الملك قبل 10 سنين أو أكثر. هي رسالة الأردن دائما هي وطن السلام، وطن المحبة، وطن الجميع. هذا اللي بحب أحكي فقط، وبعيد على الجميع كرامته بخير. أعيد عليكم ومتابعينكم من أردن المحبة، من أردن السلام، برسالة المحبة والسلام بمناسبة الأعياد المجيدة. إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع. شرفتونا بالتغطية الإعلامية للحفلة اللي عملناها، وإن شاء الله يا رب نلامس قلوب الناس بهالرسالة المستوحاة من أردننا الجميل. أعطيكم العافية. مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، شارك الدكتور وسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي في إضاءة شجرة عيد الميلاد التي تم نصبها على دوار باريس بجبل الويبدة، بحضور عدد من الأباء الكهنة والمسؤولين وجمع غفير من المواطنين. وألقى الأب نبيل حداد مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني كلمة ترحيبية قال فيها إن عمان تؤكد على الدوام بأنها عاصمة المحبة والسلام والوئام وأنموذج في العيش المشترك، مشيرا إلى أن الأردنيين جميعهم أسرة واحدة يحتفلون بالأعياد كافة ويفرحون بها. وبعد إضاءة الشجرة أمام كنيسة الروم الكاثوليك في الويبدة، شارك الجميع في مسيرة جموع جالت شوارع المنطقة. إني أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هذا كان عنوان أمسيتنا الميلادية الوطنية الأردنية في هذه الليلة عندما التقينا عند دوار باريس في جبل ويبدة، ومشينا مسيرة شموع مع الأطفال الذين جاءوا من كل أطراف عمان، جاءوا إلى كنيسة الروم الكاثوليك، إلى أم الكنائس في جبل ويبدة، الشاهدة على حضور مسيحي في هذه الأرض المباركة. كان هذا الحفل هو حفل للفرح، وحفل للطفولة، وحفل للوحدة الوطنية. التقى هنا في هذا المساء مسلمون ومسيحيون يكرمون طفل المغارة، الكلمة المولود من السيدة العذراء مريم الذي يوقره المسلمون في قرآنهم الكريم. جئنا هنا لكي نمد يد الحب لعدد من الأطفال
250 طفلا جاءونا من كل أطراف عمان، ونحن نقول لهم مع طفل المغارة بأننا وجدنا هنا لكي نتشارك في الفرح. هذه رسالتنا، شهادتنا المسيحية في وطننا الأردني العزيز، هي شهادة الحب، شهادة السلام، شهادة الحق، شهادة العدل، وشهادة الخير. بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران وبتنظيم من ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي بعمان، رعى الدكتور طلال أبو غزالة وبالتعاون مع المركز الأردني لبحوث التعايش الديني حفلا موسيقيا بعنوان ميلاد مجيد يا أردن أحيته جوقة ينبوع المحبة. وقد حضر الأمسية التي تخللتها ترانيم ميلادية ومقطوعات شرقية عدد من الأساقفة والأباء الكهنة والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وجمع من الشخصيات الرسمية والدينية والمجتمعية. وقد أجمع المتحدثون في كلماتهم أن هذه المناسبة التي تتزامن مع احتفالات الوطني بموسم الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية تجسد العيش المشترك بين أبناء الشعب الأردني الواحد، حيث أننا في الأردن مسلمين ومسيحيين نشعر بالفخر بقيادتنا الهاشمية الحكيمة ليظل هذا الوطن عزيزاً متلاحماً ينشد الخير والمحبة والسلام. بدي أشكر أبونا نبيل حداد لأنه هو صاحب الفضل وهو الذي قام بكل الترتيبات لهذا اليوم المجيد الذي احتفلنا فيه تحت شعار عيد مجيد يا أردن، وكان هذا من تصميمه ومن تنظيمه، وهذه مناسبة ركز فيها أبونا الكريم على الأخوة والصداقة التي يحظى بها الشعب الأردني في ظل القيادة الهاشمية الكريمة المعظمة. نحن سعداء بأننا هنا عائلة، ليس هنالك ما يميز بيننا إلا المنافسة في المحبة، يعني كل ما هذا جمع هذا المكان من أحبة، الشيء الوحيد بينهم هو يتنافسوا في حب بعضهم، وهذا أشرف وأعز منافسة. أنا دائما أنادي بأن المحبة هي أحسن سلاح، المحبة هي القوة وهي الطريق للنجاح، والتنافس في المحبة يجب أن يكون تحدي في كل إنسان، كما نرى اليوم في هذا المكان التنافس والمحبة المطلقة. كأن فعلا نحن في عيد أسرة واحدة، وفي عيد أسرة واحدة، ما حدا بيعرف مين المسلم ومين المسيحي، احنا كلنا مسيحيين وكلنا مسلمين، نحن كلنا مؤمنون. وانا دائما اتشرف عندما يناديني اباؤنا الكرام يقولوا المؤمن طلال ابو غزال، لانه المؤمن هو المؤمن صفة. بالله اسمى صفه، افهم اسمى صفه للجميع، لان ربنا واحد، ما فيش اثنين، في الله واحد، ونحن كلنا عباده. فأنا سعيد بأن هذا اليوم بالنسبة لي يشكل فرحة لا توصف. نحن كم بحاجة إلى أن نبقى نحن معا نتعلم من هذه القامات الكبيرة. شروى ريحتك الطيبة، نحن سعداء أننا نطل على مغارة بيت لحم بهذه الروح، روح المودة، وهي مناسبة أن أهنئ سعادة أخي الكبير الدكتور طلال أبو غزالة، أن أهنئه بعيد الميلاد المجيد، ومعه أهنئ أخي وتوأمي سماحة الدكتور حمدي مراد الذي يصر على أن يكون معنا دوما بقلبه وبإيمانه وبعلمه وبرزانته ورصانته. نحن هنا في موقف، أنا أرجوكم أن تسمحوا لي أن أهنئكم بعيد ميلاد السيد المسيح، فكل عام وأنتم النبل والخير والحب والإيثار. شكرا، وعيدنا جميعا. سررنا وطربنا خلال ساعة كاملة أثناء الأناشيد الميلادية التي قامت بها مجموعة ينبوع المحبة بدعوة من ملتقى طلال أبو غزالة. أريد أن أشكر الدكتور طلال أبو غزالة لهذا الانفتاح وهذا التآخي الذي أظهره هذه الليلة من خلال استقبال هذا الحفل المسائي بعنوان ميلاد مجيد يا أردن. بالفعل نحن نشعر، نحن المسيحيين، بأن أعيادنا هي أعياد أردنية، كما نعتبر أن الأعياد الإسلامية هي أيضا أعيادنا،
لأننا كلنا أخوة في الإنسانية. كل سنة سالمين، اليوم نحن موجودين لنقدم حفل جديد، حفل الميلاد في الأردن، حفل بيركز على العيش المشترك، حفل بيركز على علاقتنا كإخوة بالمجتمع في الأردن إن كان مسيحيين أو إسلام. حبينا نوصل كجوقة ينبوع المحبة رسالة جديدة اليوم، هالرسالة هي رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة فرح، وكانت بالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة ومركز التعايش. بنوجه لهم أيضا التحية وبنشكر قناة نوسات المرافقيتنا دائما، وكل سنة تسلمين. برعاية سفيرة السلام الأخت ليليا النمري، وبحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات، والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن والرئيسة الفخرية للمسرح الكاثوليكي، قدمت نخبة من أعضاء المسرح الكاثوليكي بعمان مسرحية هدنة عيد الميلاد، وذلك على مسرح مدرسة الراهبات لفرنسيسكانيات مار يوسف، وهي من تأليف سيناريو وحوار ركان مسيح وأخراج خلدون هلسة وأشراف ديني الشماس ينال عوابته، حيث تحكي المسرحية قصة قرية تعيش أوضاع الحرب لكنها تنشد السلام الذي يجمع أمنيات أهل القرية، كما تؤكد فصول المسرحية على أن السلام يبدأ من ذاتنا أولاً حتى ينتقل إلى العالم كله. مسرحية هدنة عيد الميلاد هي عملنا الثامن بمسرح الكاثوليكي، أكيد بتحكي عن السلام، السلام الداخلي مش السلام الخارجي، سلام البنبع من قلب كل إنسان بولادة طفل يسوع ملك السلام. من هنا بحب أشكر جميع الحاضرين والداعمين على هذا العمل، وبخص هون بالذكر قناة نورسات وخصوصا الدكتورة باسم السمعان مدير الإقليمية للقناة في الأردن والأراضي المقدسة، وبشكر كل حدا حضر، وبتمنى أنه عن جد كلمة السلام كلمة الحب تنتشر في العالم كله، وبشكر كل الداعمين اللي دعمونا، وبنتمنى كمان أنه نقدر نقوم بأعمال أخرى أكثر وأكثر. مسرحية هدنة عيد الميلاد أخذت تقريباً 3 أشهر من كتابة وتأليف النص، بتحكي تقريباً عن قصة قرية عم بتعيش أوضاع الحرب، عم بتحاول تعيش السلام بس مش قادرة، بيدخلها واحد شخص غريب عم بحاول يغير، نخلق من القصة شجرة غريبة، شجرة الأمنيات، عم نجمع فيها أمنيات أهل القرية وعم نحاول نحققهم، منكتشف أنه كل الأمنيات تتلخص بأمنية السلام، لما نعيش السلام إحنا من جواتنا، لما يخلق السلام من جواتنا إحنا بولادة ملك السلام الرب يسوع المسيح جواتنا بالميلاد، ساعتها بتحقق كل أمنياتنا مهما ما كانت. فهنة عيد الميلاد هي تتحقق بالسلام جواتنا، وكل عام وأنتوا بخير، وبنشكر طبعا نورسات على دعمها لنا بهاي المسرحية وبهذا العمل، وجميع القائمين طبعا على العمل، ويعطيكم ألف عافية. نحن المسرح الكاثوليكي عملنا ثامن عمل لنا بعنوان هدنة عيد الميلاد، كانت تحكي عن السلام وكيف نتمنى نحن يصير السلام، كيف إنه لازم يبلش السلام من جواتنا وينتقل لكل العالم. بشكر قناة نورسات الفضائية، بشكر كل الداعمين، السيسر الرهبات، كل اللي دعموا مسرحيتنا، بتمنى المزيد من الأعمال، وشكرا لكم. وضمن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، نظمت الأمانة العامة للمدارس المسيحية في الأردن اللقاء السنوي لمعلميها وطلبتها، وقد تضمن اللقاء إقامة قداس احتفالي شارك به عدد من الأباء الكهنة والراهبات، وأعرب المشاركون في اللقاء عن تمنياتهم بأن يدوم السلام والمحبة في وطننا العزيز الأردن في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة، طالبين من الرب دوام الأمن والازدهار في ربوع هذا البلد وعامة بلدان الشرق الأوسط. وفي الختام تبادل الجميع التهاني بالأعياد المجيدة. لقاءنا اليوم هو لقاء يتكرر كل سنة نجتمع فيه كهيئات إدارية في المدارس المسيحية التابعة للأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن، لقاء عزيز على قلوبنا لأننا نلتقي كي نصلي مع بعضنا البعض، احتفلنا في القداس الإلهي وبعدين نتبادل التهاني ونتناول طعام الغداء كمان مع بعضنا، وهي فرصة لحتى نهني بعضنا في عيد الميلاد المجيد ونسلم على بعض يعني. ونحن أمنيتنا هي الدوام النعمي والبركة على كل مدارسنا، على طلابنا، أهاليهم، المعلمين، كل اللي بيشاركونا رسالتنا التربوية والتعليمية في بلدنا الغالي الأردن،
طالبين من الرب دوام النعم والسلام والازدهار، وخاصة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الله يديمه على رأس هذه البلاد، مع دوام السلام أيضا في كل بلداننا في الشرق الأوسط. وككل عام وبذات الأجواء الميلادية، قدمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق حفلا استعراضيا لأطفال كاتدرائية القديس جوارجيوس أم السماق. شمل الاستعراض الذي قدمته فرقة ميشوشو على العديد من المسابقات والألعاب التي أطفت أجواء الفرح والبهجة على الأطفال. وفي الختام قدمت المجموعة الكشفية للأطفال الهدايا بمناسبة العيد المجيد. تحت رعاية الإرش مدريد خالد شعبان كاهن رعية مار الياس بمرج الحمام، وبحضور عدد من الأباء الكهنة وأبناء الرعية، أقيم في قاعة الكنيسة بازار خيري بعنوان ضو الشموع بمغارتنا. واشتمل البازار الذي نظمته كشافة الرعية على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد، وهي محتويات تحتاجها العائلات المسيحية والمسلمة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأردنية المختلفة، حيث يذهب ريع هذا البازار للعائلات المحتاجة والمستورة وبعض الجمعيات الخيرية. قصة سعيدة أنه نفتتح البازار الأول بالنسبة لي في هذه السنة المباركة لرعية برج الحمام ونعور، وهذا بدل على أنه النشاط الرعية بتجدد عماله وبعطي حيوية جديدة لنفوس المؤمنين، وأنا بصراحة أنا بشجعهم على الجهود اللي قاموا بيها، وأنا بشكرهم وبشوف الحماس الموجود عند الأخوة كلياتهم. وبالنسبة لي يعني أنا هدفنا الأول والأخير تمجيد ربنا، ورح يكون كل رايح هذا البازار لمساعدة الفقراء والمساكين إن شاء الله، وإن شاء الله بالأيام القادمة بتحسن أكثر وأكثر وبتزيد القوة والهمة عند الشباب كلياتهم. بازارنا الثاني بكنيسة مار الياس مرج الحمام، البازار كان للكشاف، بازارنا اسمه ضو الشموع بمغارتنا، كان بازارنا أغلبيته الرايح تبعه رايح للعائلات المحتاجة والعائلات المستورة ومساعدة بعض الجمعيات الخيرية. وكل سنة أنتم سالمين. احتفل أهالي مدينة بيت جالة في فلسطين بعيد القديس نيقولاوس شفيع المدينة، حيث أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي في كنيسة القديس نيقولاوس. ترأسه غبطة بطريرك المدينة المقدسة وساري أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بمشاركة شخصيات رسمية ودينية ومحتفلون من داخل البلاد وخارجها. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. احتفلت رعية الروم الأرثوذكس في مدينة بيت جالة بعيد القديس نيقولاوس شفيع المدينة وحاميها بقداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث والأباء الأجلاء، وبحضور عدد كبير من الشخصيات ورئيس بلدية بيت جالة نيكولا خميس وعطوفة محافظ بيت لحم كامل حميد والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس وسفير دولة اليونان وشخصيات رسمية واعتبارية وجموع من المؤمنين من داخل البلاد وخارجها. تمتاز مدينة بيت جالة بوجود شفيع لها هو القديس نيقولاوس الذي يطلق عليه شفيع المرضى والمسافرين، وهو قديس العجائب، وكذلك يطلق عليه اسم سانتا كلوز. وتعتبر هذه الكنيسة قديمة والأثرية من الكنائس في الأراضي المقدسة والتي بنيت فوق المغارة التي كان يعيش فيها القديس نيكولا لكونها قريبة من مدينة بيت لحم ومغارة الميلاد، حيث يحج إليها المؤمنون ويقدمون النذور فيها بكل خشوع وإيمان. هاي مدينة بيت جالة مشهورة بالأسامي نيكولا لأنه هو شفيع البلد،
وكل الناس بندروا انه سموا اسم نيكولا على اسم الشفيع للبلد. وهاي فرحة كبيرة انه كثير ناس يكونوا موجودين هنا، وكثير ناس يجوا من برا بيت جالا للزيارة ويتشفعوا من القديس نيكولاس. واهلا وسهلا فيك، كل عام بخير. اليوم بنحتفل بعيد القديس نيكولاوس، كل سنة وانتم سالمين جميعا. بعيد على الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد مام نيكولا. القديس هو اللي شفيع لأهل بيت جالا وشفيع للبلد، وبنتمنى انه تكون سنة خير على الجميع. وانت شايف العالم كلها بتجي من حناء العالم عشان تحضروا لقديس مام نيكولا، لانه شفيع البلد كلها. وكل عام انتم بخير، وان شاء الله السنة بتكون احسن من غير السنين. المنغصات اللي احنا بنشوفها كل يوم في حياتنا، ولكن احنا من شعب بده يعيش، منا نفرح، منا نبسط، منا نساعد بعض، منا نخدم بعض، منا نضلنا في هالبلد. من هالبلد مش طالعين، هذه بلدنا، خلقنا فيها نعيش فيها ونموت فيها. احنا بالنسبة لنا كلجنة رئاسية مهمتنا المحافظة على الكنائس بكل ما تمثله من مؤسسات ومدارس وجمعيات ونوادي وأوقاف، لأنه هذا الوقف وقف مقدس. احنا موقفنا واضح تاريخيا كلجنة رئاسية، وموقف الرئيس واضح، احنا ضد اي تسريب او اي بيع لاي ارض من اراضينا في كل الكنائس وليس اشخاص. كان الهدف منها تتعاون كل المؤسسات المعنية بمكونات المجتمع، لانه في معنى مثلا مستشار الرئيس للشؤون القانونية بيمثل الرئاسة، معنى مساعد وزير الخارجية سفير عمار حجازي، عنا احنا نمثل نموذج يعني يحتذى فيه في الشرق الاوسط. كل عام وانتم بخير بمناسبه احتفالات القديس نيكولاوس في مدينه بيت جالا. احنا في بيت جالا بنعتبر انه شفيعها وحاميها هو القديس نيكولاوس. طبعا هذا الاحتفال ما هو قديم ولا هو جديد، هو تقليد في بيت جالا منذ عصور غابره، ترجع لوجود القديس نيكولاوس في القرن الرابع الميلادي في بيت جالا، لما زارها كان كاهن متوحد متنسك في مغارة الموجودة في بيت جالا محاذاة بيت لحم. خدم في هذه المنطقة كراهب عدة أشهر حتى غادرها إلى باتارا اللي هي موجودة في جبال أنطاليا في تركيا، ومن هناك صار رئيس ثقافة ميرا ليكية وشارك في المجمع المسكوني الأول 325. هلأ إحنا في بيت جالا نعتبر هو شفيع البلد، لأنه لما غادر البلد أعطى كلمة للمسيحيين الموجودين في ذاك الوقت اللي كانوا تحت الاضطهاد الروماني والاضطهاد طبعا اليهودي، انه راح يضل صلواته مرفوعه قدام الرب يسوع المسيح قدام العرش السماوي لهي اجل فلسطين واجل الشرق الاوسط من اجل السلام ومن اجل المسيحيين اجمع. من بعد هذه الفتره اجت القديسه هيلانا وبلشت نوع من الازدهار والايمان المسيحي في بناء الكنائس والاديره، وهون انبنى عندنا في نهايه القرن الخامس الميلادي بدايه السادس الميلادي دير باسم القديس جوارجيوس ويحمل كنيسه باسم القديس نيكولاوس لحديت السنه 614 لما اجوا عندنا غزاء الفرس. انهد الدير حتى 628 ميلادي. بعدها طبعا بنعرف انه هرقل امبراطور فيزنطا اعاد للمسيحيه مجدها، لكن في خلال فترات قصيرة جدا ما قدرت المسيحية تعيد الكنائس والأديرة كانت موجودة لأسباب كمان غزوات أخرى كانت من الجزيرة العربية. بنعرف أنه كنيسة القديس نيكولاوس انهدت كمان مرة في سنة 1900 ميلادي من قبل الفاطميين اللي كان في ذاك الوقت الحاكم بأمر الله الفاطمي. لكن أجدادنا أو جدودنا اللي أجوا في القرن 16 ميلادي أيام الاجتياحات التركية كل أهلنا اجتمعوا في خربة الدير، وهنا بلشوا يبنوا من حول المغارة وحول الكنيسة المهدودة بيوتهم، ولما وجدوا المغارة بنوا الكنيسة الموجودة اليوم هي كنيسة مار نيكولا. وبعد انتهاء القداس احتفلت المدينة باستعراض كشفي مميز بحضور جماهيري غفير، كما تم توزيع الهدايا والحلويات والاستمتاع بالترانيم الدينية والميلادية تزامنا مع قدوم الأعياد الميلادية المجيدة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة القديس نيكولاوس بيت جالا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ المسيحيين بالأعياد المجيدة.
احتفالات بهيجة بإضاءة شجرة الميلاد في المغطس والسلط والفحيص. وبمناسبة عيد الميلاد المجيد، إضاءات وأمسيات وحفلات في مختلف كنائس المملكة. بهذا أيها الأعزاء وصلنا إلى ختام النشرة، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. المسيح ولد فمجدوه.